في لقاء العلا الأمير محمد بن سلمان يؤكد لبلينكين ضرورة استعادة مسار السلام بما يكفل حقوق الفلسطينيين. كان بناء مكان لخزور بيتا ببيتخون ولدات شيء يفشل يتسكت إليه. نتنياهو ووزير دفاعه يشددان مجددا على أن الحرب في غزة لن تنتهي قريبا وستستمر عدة أشهر. لا خلوا شارع ولا خلوا دور ولا خلوا حاجة. معينا في المدارس البهدرين. الكاميرا العربية تدخل حي الزعتر في غزة وتوثق حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي. وفي جديد طائرة ألاسكا تقارير تكشف تعطل نظام الإنذار وتجاهل الشركة توصيات بالصيانة. مساء الخير مشاهدي العربية وأهلا بكم إلى العالم الليلة معي ليال الاختيار. نبدأها من زيارة بلينكين حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في العلا في السعودية، وجرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها. وأكد ولي العهد السعودي أهمية وقف العمليات العسكرية في غزة وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني، كما شدد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم. هذا وكان مشاهدينا وزير الخارجية الأمريكي قد وصل إلى مدينة العلا ضمن جولة، وبحث بلينكين خلال هذه الجولة فور وصوله للعلا مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جهود منع اتساع رقعة الصراع في غزة. في تصريحات للعربية قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن اجتماعا أوروبيا خارجيا سيعقد لبحث الأمن الإقليمي في المنطقة، وحذر بوريل من اتساع الصراع في المنطقة. سنعقد اجتماعا أوروبيا خليجيا على مستوى رفيع للتحضير لاجتماع على المستوى الوزاري لبحث الأمن في منطقة الشرق الأوسط وليس الحرب في فلسطين فحسب. دعونا وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن لحضور اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر ببروكسل لشرح موقف الدول العربية بشأن الأحداث في غزة، وأعتقد أنه سيكون اجتماعا مهما، وأرى أن هناك مخاطر من اتساع الصراع في المنطقة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بأن الحرب في غزة وعلى حدود لبنان سوف تستمر لأشهر عدة، وذكر بيان مشترك صدر بعد اجتماعهما مع نواب حزب الليكود بأن إسرائيل تحتاج دعما دوليا لمواصلة الحرب بأشهر أخرى، وبأن الحكومة تعمل على ضمان ذلك الدعم وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل. هذا وتفاقمت الخلافات في الحكومة الإسرائيلية حيث رد وزير الأمن القومي إتمار بن غفير على تصريحات وزير الدفاع يوآف جالانت قائلا بأن حكومة الطوارئ لا تملك تفويضا باتخاذ قرار الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب. وهنا كان جالانت قد قال بأن الجيش بدأ التحول من مرحلة القتال العنيف إلى العمليات الخاصة النوعية، وقال أيضا في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال بأن إسرائيل تواجه محورا كاملا وليس عدوا واحدا بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة من الحرب ستستمر وقتا أطول. وأضاف بأن إيران تبقى قوة عسكرية حول إسرائيل بهدف استخدامها وتهديد بلاده في أي وقت، وأشار أيضا إلى أن إسرائيل جاهزة لكل السيناريوهات في الجبهة الشمالية، قائلا أي وزير الدفاع بأن حزب الله يجب أن يعي ما حدث في غزة وبأن إسرائيل قادرة على تكرار ذلك في بيروت بحسب تعبيره طبعا. وفي آخر حصيلة لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 23,000 وإصابة نحو 59,000. هذا وكثفت إسرائيل في الساعات الأخيرة قصفها على وسط غزة
وبحسب مصادر طبية فقد قتل 73 شخصا وأصيب 99 خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأفادت مشاهدين وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على منازل في دير البلح إلى 18 قتيلا، ورصدت العربية ما تبقى من حي الزعتر في غزة. تل الزعتر، منطقة أبولود، هذا الدمار الهائل، دمار شامل، دمار هائل. حي تل الزعتر كثافة سكانية عالية جدا، مليء بالسكان، مربع كامل دمر كما تشاهدون. لا يوجد منزل أو عمارة أو بيت في هذا الحي تل الزعتر إلا دمر تدمير كامل. حي تل الزعتر يقع شمالا تقريبا 50 متر اللي هو مستشفى الأندونيسي ومستشفى غسيل الكلى، تم إنشاء مشروع جديد، ومن يميني تقريبا 20-30 متر مستشفى العودة. لا يوجد حياة في تل الزعتر بسبب الدمار الهائل، البنية التحتية، البنية الصحية، الطرق، العماير، لا يوجد أي معالم لهذه المنطقة. لا خلوا شارع ولا خلوا دار ولا خلوا حاجه. عينا في المدارس مبهدلين، ونطلع الصبحيات ونروح بالليل. الصبح بنطلع بنضل ناشي لغير لما نأدي المغرب نروح على المدرسه، والصبح بنطلع بنضل قاعدين في الشوارع، لا اكل زي الخلق ولا نوم زي الخلق ولا شرب زي الخلق. خمس ايام لما تتحمم مره. الامور صعبه والله، والله الامور صعبه. الحق اطفالنا تعيش، تعيش بامن، تعيش بسلام. حددوا لنا مكان امن واحنا بدنا نقعد فيه. لا في حليب ولا في خدمات. انا ما بلاقيش كرسي ولا حاجه انام عليها، بنام على الرمل. المي اللي بنشربها ملوثه. مشاهدينا، من صور دمار حي الزعتر ننتقل إلى مجمع الشفاء الطبي ومراسل عربية خضر الزعنون. خضر، آخر التحديثات الميدانية، أين تركزت الضربات اليوم في قطاع غزة؟ يعني الضربات تركزت ولا زالت تتركز في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وتحديدا في مخيم المغازي. هذا المخيم والذي منذ ساعات صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي وعبر طائراته ألقى بمناشير للمواطنين الذين يقطنون في هذا المخيم، مخيم المغازي، وتحديدا في عدد من البلوكات داخل المخيم، وطلبهم بضرورة النزوح إلى منطقة أو مدينة دير البلح القريبة من المخيم في وسط القطاع، حيث أن هذا المخيم تعرض لعمليات استهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا من المدفعية الإسرائيلية، والتي دكت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى سقوط العشرات من المواطنين الفلسطينيين بين جرحى ومصابين في هذا المخيم المكتظ بالسكان. وأيضا مخيم البريش كان تعرض أيضا فيه عدد من المنازل لغارات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، والتي أدت أيضا إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وتم نقل غالبيتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة. أما في مدينة خان يونس، هذه المدينة والتي تشهد منذ أسابيع عملية توغل واسعة من قبل الجيش الإسرائيلي، هذه المدينة أيضا تشهد عمليات مكثفة وعنيفة من قبل الجيش الإسرائيلي، خاصة عمليات القصف من الطائرات الحربية، وأيضا القصف المدفع من قبل الدبابات والمدفعية الإسرائيلية، وخصوصا في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس. ولكن كل ذلك يأتي ليال أيضا في ظل يعني عمليات التصدي من قبل المقاومين الفلسطينيين للجيش الإسرائيلي، سواء لآلياته بعمليات التفجير بعبوات ناسفة أو للحشودات الإسرائيلية لجنود الجيش الإسرائيلي عبر إطلاق قذائف الهاون صوب الجنود الإسرائيليين في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس التي تتعرض لعملية توغل. أما في المناطق الشمالية
من وادي غزة وتحديدا هنا في مدينة غزة. كان الجيش الإسرائيلي في ساعات مساء هذا اليوم وعبر طائرة مسيرة أطلق النار صوب 4 من المواطنين بالقرب من مستشفى الشفاء وتحديدا قسم النساء والولادة، ما أدى إلى سقوط ضحية وإصابة 3 آخرين. أما في المناطق الشمالية من قطاع غزة وتحديدا في جباليا لا زالت هذه البلدة وأيضا المخيم مخيم جباليا يتعرض لعمليات استهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وتم اليوم انتشال عدد من الضحايا خاصة من منزل يعود لعائلة أبو علبة والذي ارتفعت حصيلة الضحايا في هذا المنزل على الأقل 65 ضحية. شكرا لك خضر، على كل حال سنبقى نتابع معك ومع الزملاء الصورة من غزة. شكرا لك خضر الزعنون مراسل عربية. كشفت صحيفة جيرلزم بوست بأن بعض قادة حماس موجودون في وسط غزة مع رهائن إسرائيليين وليس فقط في خان يونس كما قال قادة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق. المعلومات هنا تزامنت مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية على وسط القطاع لاسيما مخيم المغازي الذي أعلن منطقة قتال شديدة. فلنتابع. إسرائيل يدها ستبقى على ما يبدو على الزناد والهدف المعلن لم يتغير، القضاء على قيادات حماس، لكن المسار العسكري تحول من الجنوب إلى الوسط بعد 4 أشهر من المطاردة. صحيفة جيروزاليم بوست قالت إن هناك تقديرات بوجود بعض من كبار قادة حماس في وسط غزة مع رهائن إسرائيليين وليس جميعهم في خان يونس كما أكد مسؤولو الجيش الإسرائيلي في وقت سابق. وبالتزامن مع هذه التحديثات العسكرية بعنوان عريض الغارات والعمليات الخاطفة قد تكون دخلت المرحلة الثالثة من القتال والبداية مجدداً من وسط غزة. غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق الوسط لم تتوقف منذ سحب إسرائيل 5 وحدات عسكرية من القطاع، القتلى بالعشرات والجرحى بالمئات فيما عدد المفقودين لا يتوقف. في المقابل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت قال لول ستريت جورنال إن المرحلة الثالثة ستأخذ وقتا أطول مع التحول من القتال العنيف إلى العمليات الخاصة. وفي مخيم المغازي وسط القطاع يبدو أن خيارين صعبين أمام السكان، القصف أو النزوح. سرب من المنشورات التحذيرية ألقتها الطائرات الإسرائيلية تنذر السكان بالإخلاء الفوري للمنازل والتوجه إلى دير البلح وسط القطاع بعد إعلان المخيم منطقة قتال شديدة. إعلان الجيش الإسرائيلي يثير التساؤلات في الداخل والخارج عما إذا كانت تقديراته هذه المرة صحيحة. ميرنا حامد، العربية. معنا مشاهدينا في الاستوديو رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح. اليوم نتحدث عن مرحلة جديدة من الحرب تحديدا في جنوبي القطاع وعن تقسيم القطاع، ماذا تعني كل هذه الصورة العسكرية لو سمحت؟ ليال، كما نعلم العمليات البرية بدأت في الشمال، المنطقة الشمالية اليوم أكثر من 90% هي تحت السيطرة، هناك قتال مستمر في بعض الجيوب تحديدا في بعض أماكن مخيم جباليا، بلدة جباليا، منطقة بيت لاهيا، هذه المناطق التي هناك مناطق لم تدخلها القوات الإسرائيلية حتى الآن. ننتقل إلى منطقة الوسطى ونبدأ من الحدود المنطقة الشمالية، هذه المنطقة وادي غزة جحر ديك، هذه المنطقة التي كانت تحد أو تفصل شمال القطاع عن جنوبه حسب القيادة الإسرائيلية في بداية العمليات البرية طلبت من السكان المنطقة الشمالية توجه جنوبا. اليوم العمليات بدأت في المنطقة الوسطى، هناك تقدم كما تحدثنا من منطقة عبر شارع صلاح الدين باتجاه النصيرات وباتجاه مخيم البريش، وأيضا تقدم من الجبهة الشرقية إلى البريش ولا منطقة المغازي. هناك معارك شديدة حاليا في مخيم المغازي، أيضا مستمرة في البريج ونصيرات، هناك بحث عمليات بحث إسرائيلية عن أنفاق، عن مخازن أسلحة، مصانع صواريخ، كما شاهدنا في الشمال إعادة
تطبيق ما تم يعني تنفيذه في المنطقة الشمالية. أيضا هناك تقدم كان من محور خان يونس باتجاه أطراف دير البلح باتجاه مخيم دير البلح. بالتالي هناك اليوم تركيز من جانب القوات الإسرائيلية اعتقادا منها أن حسب معلومات الاستخباراتية أن جزء كبير من المحتجزين هم في المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى قيادات حماس هم أيضا في القطاع الأوسط. في المنطقة الجنوبية تحديدا نتكلم هنا عن جبهة خان يونس، هذه المنطقة القوات الإسرائيلية كانت تقدمت من الجبهات الشرقية، قامت بمحاصرة منطقة عبسان، دخلت القرارة حاليا معارك في خان يونس، إن كان في على الجبهة الشرقية أو الجبهة الشمالية، وحتى محاولات تقدم من المناطق الجنوبية. هناك عمليات كارفور كما تكلمنا سابقا، حماس والفصائل الفلسطينية مستعدة جدا في هذه المنطقة، معارك شرسة مستمرة حتى اليوم. هناك وصول لبعض الأنفاق، تمكن القوات الإسرائيلية من الوصول لبعض الأنفاق، كان هناك يعني بعض المشاهد التي أشارت الفيديو التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية. أيضا معارك في منطقة خزاعة، هذه الجبهة تحضر كما يبدو لتقدم باتجاه منطقة شارع صلاح الدين. كما أشرنا معهد دراسات الحرب الأمريكي يشير إلى أن إسرائيل تحضر للسيطرة على كامل المنطقة التي هي إلى الشرق من شارع صلاح الدين، وهو الشارع الذي يمتد من معبر إيرتس قرب بيت حنون حتى معبر فيلادلفيا على الحدود المصرية. وبالتالي نحن لا نزال في يعني بعيدين عن خواتم هذه الحرب، كما أعلنت اليوم أعلن نتنياهو والحكومة وزير الدفاع الإسرائيلي أن المعركة لا تزال بحاجة لبضعة أشهر لتحقيق هذه الأهداف والسيطرة على هذه المناطق، إن كان من منطقة الوسط وأيضا باقي المنطقة الجنوبية باتجاه الحدود مع مصر. شكرا لك رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح على هذه المعطيات. مشاهدينا العالم الليلة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد حسين يزبك في الناقورة، إسرائيل تغتال قياديا لحزب الله في مرج عيون جنوبي لبنان. ولدينا أيضا الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحا لتشكيل بعثة وإرسالها لحفظ الأمن في البحر الأحمر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وناظره الفلسطيني محمود عباس على أن القضية الفلسطينية تمر بمفترق طرق، ما يتطلب من المجتمع الدولي العمل على التسوية العادلة والشاملة لها. وأكد الرئيسان خلال جلسة مباحثات في القاهرة على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من رام الله قالت وزيرة الخارجية الألمانية نالينا بيربوك بأن مسؤولية الجيش الإسرائيلي حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين، وتقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تطبيق سيادة القانون عندما يتعرض الأشخاص الذين يعيشون بشكل قانوني لهجوم غير قانوني. ما يحدث هنا غير قانوني، وهو أيضا غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي وبموجب القانون الدولي. أسفرت غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان عن مقتل قيادي في كتيبة الرضوان التابعة لحزب الله وسام الطويل المسؤول عن إدارة العمليات في جنوبي لبنان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الطويل كان يلعب دورا مركزيا في توجيه الأنشطة العسكرية للحزب.
ينضم إلينا مشاهدينا من باريس عبر سكايب الباحث السياسي فارس خشان. أهلا وسهلا بك. طبعا هناك شقين اليوم للحديث عن هذا الموضوع. الأول أمني، بهذا الشق اليوم هناك اختراق أمني كبير وخرق أمني كبير لحزب الله، رأينا عبر القيادات السابقة والآن عبر هذا الاستهداف. هل سيستطيع حزب الله ترميم هذه الفجوة الكبيرة داخل صفوفه، أم أنها إلى مزيد من التصاعد والازدياد مع يعني ازدياد الضغط عليه داخليا وخارجيا؟ يعني في الواقع حزب الله وإسرائيل يلعبان لعبة خطرة جدا، لأنه هي لعبة بين بون الحرب إذا صح التعبير. يعني عم يتقاذفوا هذه الطابية لتسجيل النقاط عبر الأهداف اللي عم بيحققوها. يعني الهدف اللي أصابه حزب الله بالأمس بموقع المراقبة الجوية لم يكن قليلا بالنسبة لإسرائيل، فجاء الرد ليس قليلا من قبل إسرائيل أيضا. وبطبيعة الحال المشكلة إنه الأهداف التي يستهدفها حزب الله أسهل بكثير من الأهداف التي يطالها الإسرائيلي. حزب الله يطال مراكز عسكرية ثابتة، الإسرائيلي يطال مراكز قيادية في حزب الله متحركة، وبالتالي الخرق الإسرائيلي لحزب الله كبير جدا جدا جدا. وهنا نسبة ما يفسر نسبة الخسائر. حزب الله مصاب إذا صح التعبير بنوع من الاندهاش بنسبة الاختراق. يعني ساعة بيقولوا المناصرين له أنه هولي لاجئين السوريين، ساعة بيقولوا غيرهم وإلى مهنالك. سقطت كل ذرائع صهاينة الداخل اليوم مع ما يحصل اليوم. ما يفعله الحزب من مغامرة بعدما سقطت معادلة الضاحية مقابل تل أبيب وأصرار الإيراني على الإكمال بالصبر الاستراتيجي، هل يعني تحرج لبنان وتدفعه إلى مكان لا يريد اللبنانيين أصلاً اليوم بهذه الحرب، أم أن الإيراني يستخدمها ورقة للمفاوضات والتسوية اللاحقة؟ يعني في الواقع أنه الصبر الاستراتيجي هو قرار إيراني كبير، بمعنى لا يريد أن يتورط حزب الله في حرب كبيرة. يدرك الإيراني ويدرك حزب الله أن إسرائيل تنتهز وتنتظر المناسبة من أجل توسيع الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع حتى الآن أن تضغط على إسرائيل حتى لا توسع الحرب على لبنان، ولكن إسرائيل تستدرج حزب الله إلى معركة واسعة. حزب الله مضطر أن يمارس ما يسمى بالضبط الاستراتيجي أو الصبر الاستراتيجي حتى لا يعطي إسرائيل حجة الحرب الكبرى التي لا تريدها إيران. والتي لن يتحمل هو تبعاتها على الأقل قبل أن يتأكد من أسباب التي تسمح لإسرائيل بهذه الحرية في استهداف ما تريده. من بالحديث عن هذه النقطة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد خلال زيارته إلى مستوطنة كريات شمونة بأن حزب الله أخطأ في تقدير إسرائيل عام 2006 ويرتكب خطأ كبيرا حاليا. وهنا أيضا أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ضربت لحزب الله مثالا عما يحدث في الجنوب وهو ما سيحدث في الشمال بحسب تعبير نتنياهو. طبعا دعنا نستمع وأعود إليك. اخترت القدوم إلى كريات شمونة في يوم القصف علينا من نيران مضادة للدبابات. لقد أخطأ حزب الله، فهو يرى هنا قوة هائلة وإصرارا على القيام بكل ما هو ضروري لاستعادة الأمن في الشمال، وأنا أقول هذه سياستي. سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة الأمن في الشمال والسماح لإعادة السكان، وبطبيعة الحال نحن نفضل أن يتم ذلك دون حملة واسعة النطاق، ولكن ذلك لن يوقفنا. ضربنا لحزب الله مثالا عما يحدث في الجنوب وهذا ما سيحدث هنا في الشمال. بعدما سمعناه يعني وبعد كل ما يحصل، هل حزب الله اليوم يعني ينتظر توقيت نتنياهو إذا ما فعلا ذهب إلى ضربة في الشمال، أم أنه عاجز عن الرد؟ يعني نتنياهو يذكر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمقولته الشهيرة: لو كنت أعلم.
هذه العبارة التي قالها بعد حرب العام 2006. صحيح. وبالتالي لو كنت أعلم لها مندرجات كثيرة يذكره بها نتنياهو. هذه المندرجات هي مندرجات نسبة التهديم والخسارة التي لحقت بلبنان آنذاك، مع فارق، بس مع فارق جوهري هذه المرة، أن الاحتضان الذي كان لبنان في العام 2006. اسمح لي أن أنتقل إلى مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. ننتقل مشاهدينا. وجدت زعماء عازمين لمنع الصراع الذي واجهه اليوم من الانتشار، وبذل كل ما هو ممكن لمنع التصعيد وتوسيع رقعة الصراع. لقد تبحثنا أيضا بشأن مستقبل هذه المنطقة، وأعتقد ثمة اتفاق واسع بشأن بعض الأهداف، وبينها أن إسرائيل عليها يجب أن تكون حرة في العيش في السلام والأمن بعيدة عن أي تهديدات من جيرانها. ثانيا، أن الضفة الغربية وغزة ينبغي توحيدهما تحت حكم فلسطيني. ثالثا، مستقبل المنطقة ينبغي أن يكون مستقبل التكامل وليس الانقسام والصراعات. ورابعا، حتى يحدث ذلك نريد رؤية إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذه الأمور لن تكون سهلة، والجميع أقروا ب الصعوبات الموجودة ولا يرون أن الأمور يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها، ولكن اتفقنا على العمل المشترك وتنسيق جهودنا من أجل مساعدة استقرار غزة، وكذلك رسم مسار للفلسطينيين والعمل من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة على المدى البعيد. وجدت أيضاً لدى الجميع بأن البلدان التي زرتها والقادة الذين تباحثت معهم ملتزمون لاتخاذ قرارات صعبة من أجل تحقيق هذه الأهداف. والآن سوف أنتقل إلى إسرائيل. سيكون لدي الفرصة لأتقاسم مع إسرائيل كل ما سمعته في هذه الجولة، وستحدث إليهم أيضا عن مستقبل الحملة العسكرية في غزة، وسوف أضغط من أجل الحاجة الملحة لبذل المزيد لحماية المدنيين وضمان أن المساعدات الإنسانية تصل لأولئك الذين يحتاجون إليها. سوف نركز على جهودنا المستمرة لاستعادة الرهائن سواء كانوا أمريكيين أو إسرائيليين أو غيرهم، وسوف نتحدث عن مستقبل هذه المنطقة وكذلك بالنسبة لإسرائيل. وأنا مقتنع بأن ثمة مسار مستقبل يمكن أن يجلب سلام وأمن دائم لإسرائيل، ويضمن أن 7 أكتوبر لن يتجدد مرة أخرى، ويمكن أن يوحد المنطقة ويحقق طموحات الشعب الفلسطيني، وسيتم ذلك بطريقة يسمح لهذه المنطقة لتركز على المستقبل وليس تحديات المستقبل. والآن جاهز لتلقي بعض أسئلة. خلال زيارتك حاولت أن تفادي توسيع رقعة الصراع، والآن تم قتل زعيمين من حزب الله، ألا يوسع ذلك رقعة الصراع؟ هناك أيضا تصريحات بشأن التركيز على الهجمات التي يقوم بها الحوثيين. ما هي رسائلكم بشأن جهود الولايات المتحدة والتحالف ونواياها بشأن الضربات العسكرية المحتملة في اليمن؟ أولا، فيما يخص لبنان، إنه ليس من مصلحة أي طرف سواء كانت إسرائيل أو لبنان وحزب الله تحديدا أن يكون هناك تصعيد ونشوب صراع، والإسرائيليون قالوا أنهم يريدون التوصل إلى سبيل دبلوماسي يسمح للإسرائيليين بالعودة إلى منازل. هناك 100,000 إسرائيلي نزحوا وتم إجلاؤهم من منازلهم
بسبب تهديدات حزب الله، وهذا أيضا يسمح للبنانيين بالعودة إلى ديارهم. نعمل من أجل ذلك دون هوادة بالوسائل الدبلوماسية. ثانيا، فيما يتعلق بالبحر الأحمر، المجتمع الدولي كله يواجه تحديا. هذه الهجمات والاستمرار الحوثيين في استهداف الملاحة الدولية هو تهديد الجميع. تبحثنا بهذا الشأن، هناك حوالي 15% من التجارة العالمية تمر كل يوم عبر البحر الأحمر، وهذه الهجمات لها تأثير حقيقي على الأسعار التي على الناس أن يدفعوها للحصول على الغذاء والأدوية والطاقة، وسفن عليها تغير مساراتها. والمبدأ الأساسي لحرية الملاحة هو على المحك. المجتمع الدولي إذن له مصلحة في الدعم هذا المبدأ. وكما قلت، هناك 40 دولة اجتمعت لقول إن ما يقوم به الحوثيون يجب أن يتوقف، وأكدوا إذا ما استمر ذلك سيكون هناك عواقب. إذن رؤيتنا القوية وما نفضله هو أن يتلقى الحوثيون الرسالة التي تأتيهم من بلدان العالم بأن هذا يجب أن يتوقف، وهذا ما نركز عليه. بعد هجوم السابع من أكتوبر، أنت والرئيس بايدن بدأ بأنكم سعيتم إلى تطبيع العلاقات مع السعودية، ولكن يبدو أن هذا الأمر أصبح صعبا. لأن هل ستواصلون ذلك؟ ذلك يمكن سوف يسمح لإسرائيل بالاعتراف بطموحات الفلسطينيين. ماذا قاله لك ولي العهد الأمير محمد بهذا الشأن؟ ما هي الشروط الضرورية لتطبيع العلاقات؟ وما رأيك بشأن ما على الولايات المتحدة وإسرائيل قيام به للتوصل إلى اتفاق؟ ثانيا، هل ولي العهد الأمير محمد أشار إلى ما يمكن أن يقوم به بعد الحرب في غزة؟ بالنسبة للشق الثاني من السؤال، ما وجدته في كل محطة هو رغبة لدى كل الدول المعنية للقيام بجهود مهمة لمساعدة غزة لتستقر الأمور فيها. وسمعت ذلك في كل مكان زرته. ومن الأمور التي سوف نعمل عليها معا هو ما يتطلبه ذلك تحديدا، وما يمكن للبلدان القيام به تحديدا. أما بالنسبة للاندماج وتطبيع العلاقات، نعم تباحثنا بهذا الشأن في كل المحطات بما في ذلك هنا في السعودية. واستطيع أن أقول لك أن هناك مصلحة واضحة هنا لاتباع هذا السبيل، وكذلك بالنسبة للمنطقة أيضا. ولكن ذلك سيتطلب أن يتوقف النزاع في غزة، وهذا يتطلب بوضوح أيضا أن يكون هناك سبيل واضح لإقامة الدولة الفلسطينية. هذا ما سمعته من كل من تحدثت إليهم. الاهتمام موجود وهو حقيقي ويمكن أن يتحقق. شكرا جزيلا لكم جميعا. سمعنا مشاهدينا لكلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته للمنطقة، وتحديدا للمملكة العربية السعودية من العلا. بالعودة إلى أخبار، نقل المتحدث مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو بأن جوزيف بوريل سيقدم اقتراحا لإطلاق مهمة عسكرية منفصلة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، وأضاف بأن الاتحاد سيبدأ هذه المناقشات في وقت لاحق هذا الأسبوع. قالت مشاهدينا مصادر أمنية أن التحالف الدولي أسقط مسيرة حاولت استهداف قاعدة قرب مطار أربيل شمالي العراق. قبل ذلك كان المرصد السوري قد كشف لحقوق الإنسان عن استهداف قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور في سوريا من قبل مسلحين من فصائل موالية لإيران بأكثر من 25 صاروخا. يأتي ذلك بعدما استهدفت طائرة مسيرة يعتقد بأنها أمريكية شاحنة تابعة للفصائل المسلحة بالقرب من البوكمال شرقي دير الزور. ذكرت وكالة رويترز نقلا عن 6 مصادر مطلعة بأن إسرائيل تنفذ حاليا غارات جوية أكثر فتكا وتوترا في سوريا تحديدا، تستهدف عمليات نقل الأسلحة الإيرانية لحلفائها في المنطقة. وأضافت ذات المصادر بأن هذا التغيير في استراتيجية إسرائيل جاء على خلفية هجوم السابع من أكتوبر. مشاهدينا، العالم الليلة مستمرة وفيها بعد قليل.
الجيش السوداني يتصدى لهجوم نفذته قوات الدعم السريع على جنوبي كردفان. ولدينا أيضا بعد إطلاقها بساعات خلل فني يصيب المركبة الأمريكية المتجهة إلى القمر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أفاد مراسل عربية بأن الجيش السوداني وقوات من الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز حلو تمكنت من صد هجوم على مدينة بولاية جنوب كردفان جنوبي السودان. وأضاف المراسل بأن هجوم اليوم هو الثاني بعدما أقدمت الدعم السريع على مهاجمة المدينة يوم أمس، فيما تشهد المدينة هدوءا نسبيا في الوقت الراهن. يذكر بأن الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو كانت من خصوم الجيش السوداني في المنطقة. لا أكبر. أول مركبة هبوط أمريكية على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما تنطلق نحو القمر. تفاصيل أكثر مع الزميلة محاسن حدارة عن هذه الرحلة. إليك محاسن. شكرا ليال. ما إن انطلقت مركبة الهبوط الأمريكية بساعات قليلة قاصدة القمر حتى تعرضت لخلل فني يؤثر ربما على مسار الرحلة وتوقيت هبوطها، أو ربما يؤدي لإعلان فشلها. نتحدث هنا عن رحلة أول مركبة أمريكية منذ أكثر من 50 عاما نحو القمر، تتبع لشركة أستروبوتيك الأمريكية بالتعاون والترخيص مع وكالة ناسا الأمريكية. والمركبة أطلقت من على متن صاروخ فولكان. المشكلة حصلت خلال توجيه ألواح طاقة نحو الشمس تحملها لتوليد الكهرباء وشحن البطاريات، وبالتالي إبقاء وظائف مركبة الهبوط وحمالتها قابلة للتشغيل. مشكلة قالت الشركة المصنعة إنها تعمل على حلها بأقرب وقت لتجنب الأسوأ، وهي إعلان فشل الرحلة وستعلن قريبا عن النتائج. اللافت في هذه الرحلة ليس فقط أنها الأولى منذ 5 عقود، إنما لأنها تحمل جزءا رمزيا من الحمض النووي أو رفات أو رماد 69 شخصا إلى سطح القمر. وتشمل قائمة الأشخاص الذين سيقل رافاتهم بحسب الشركة مؤلف سلسلة ستار تريك جين رودنبري ومؤلف قصص الخيال العلمي آرثر كلارك. عملية نقل الرفات هذه إلى القمر ستكلف قرابة 80 مليون دولار للرحلة الواحدة التي ستستغرق 2 أسبوع لبلوغ وجهتها، وستستغرق شهرا آخر تقضيه في مدار القمر قبل محاولة الهبوط التي مقرر لها أواخر فبراير المقبل. تم اليوم إدراج وبدء تداول سهم مجموعة NBC في السوق السعودية الرئيسية، وارتفع السهم 30% إلى 32 ريالا لترتفع القيمة السوقية للمجموعة ب2.5 مليار ريال. وكانت مجموعة NBC قد قامت بعملية طرح أسهمها للاكتتاب بنهاية العام الماضي، حيث طرحت 33.25 مليون سهم من أسهمها العادية، ما يمثل 10% من رأس مال الشركة عند الحد الأعلى البالغ 25 ريالا للسهم. يذكر مشاهدينا بأن الطرح العام الأولي لمجموعة NBC جذب طلبات بقيمة 54.5 مليار ريال من شريحة المؤسسات، أي بمعدل تغطية بلغ نحو 66 مرة، في حين تجاوزت تغطية شريحة الأفراد 17 مرة. ها هي الرؤية قد أصبحت حقيقة مع إدراج مجموعة NBC في واحدة من أهم 10 أسواق مالية في العالم. ستتيح لنا هذه الخطوة التوسع
والانتقال إلى المنافسة عالمية، ليس فقط عبر الشاشات والإذاعات والمنصات الرقمية، بل عبر أنماط جديدة ومتنوعة من المحتوى والمعروض والخدمات والشراكات العالمية. بالتالي الارتقاء بهذا القطاع الحيوي نحو أفق تنافسي جديد لا حدود له. اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر لهيئة سوق المال السعودية على احتضان هذه الخطوة الاستراتيجية وتمكينها ودعمها، وكذلك مجموعة التداول السعودية على جهودهم وعلى الاستضافة الكريمة. تنضم إلينا مشاهدينا في الاستوديو الزميلة لارا حبيبة المذيعة في قسم الاقتصاد للحديث عن هذا الإدراج. أهلا وسهلا فيك لارا. بداية لماذا قررت مجموعة أم بي سي إدراج أسهمها بالسوق المالية السعودية؟ ليال، مجموعة أم بي سي تدرج أسهمها بعد 30 عام من العمل وأصبحت اسم معروف جدا. الإدراج هذا يعني عادة الهدف من الإدراج إما لتخارج المساهمين الحاليين أو سعي الشركة للحصول على الأموال للتوسع. في ما يتعلق بإدراج أم بي سي لم يكن هناك أي تخارج للمساهمين الحاليين، يعني 10% الحصة اللي طرحتها الشركة هي عبارة عن زيادة رأس المال لدخول مساهمين جدد. الهدف الرئيسي وراء ذلك هو أن الشركة هي بمرحلة نمو، وخاصة فيما يتعلق بمنصة شاهد فيديو أون ديماند، فيديو على الطلب. هذا القسم في المؤسسة ينمو بشكل كبير، وبالتالي لجأت إلى الأسواق لجمع الأموال لتمويل هذا النمو. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، من المفترض أن تستعمل جزء من متحصلات الاكتتاب يلي نحن بنعرف هي جمعت حوالي 830 مليون ريال. كيف ستستعمل؟ جزء منه سوف يستخدم لتخفيض مديونية الشركة، وجزء آخر لتمويل النمو إن كنا نتحدث بشاهد أو كنا نتحدث بالنفقات المتعلقة بالمحتوى. هذا سهم أم بي سي الذي نتابعه الآن على الشاشة. في أول يوم إدراج لارا ارتفع السهم بنسبة 30%. ماذا يعني هذا الارتفاع ولماذا ارتفع أصلا؟ ليال، بداية نسبة التذبذب هي عادة بسوق الأسهم السعودية، يعني ما يسمح للأسهم بأن ترتفع وتنخفض في اليوم الواحد هي عادة 10%، ولكن أي إدراج جديد يسمح في أول 3 أيام بأن يرتفع أو ينخفض بنسبة 30%. سهم أم بي سي ارتفع بالحد الأقصى بنسبة 30%. هذا الأمر ربما يعني لو نظرنا إلى نسبة الإقبال الهائل للآي بي في فترة الطرح، ربما هذا ما يبرر الأداء القوي للسهم يلي أصلا تم تسعيره عند الحد الأعلى من النطاق السعري. كنتوا تتحدثون أنه نسبة المؤسسات تم تغطيتها بنسبة 66 مرة. صحيح. بس للتذكير للمشاهد أنه الآي بي او 90% خصص منه للمؤسسات و10% للأفراد. شريحة المؤسسات غطيت ب 66 مرة، اللي هي الشريحة الأكبر من هذا الآي بي او، والأفراد أيضا تمت تغطية هذه الشريحة ب 17 مرة. بالتالي من لم يستطع أن يكتتب في مرحلة الآي بي او ربما دخل اليوم واكتتب، لذلك رأينا هذه الارتفاعات القوية. طب على اليوم السهم. هناك سؤال، من اكتتب بأسهم مجموعة أم بي سي؟ هل هم مستثمرين محليين أم دوليين؟ كان لنا لقاء مع الرئيس التنفيذي لمجموعة أم بي سي سام بارنيت، قال بأنه كان هناك شهية من مستثمرين محليين بالطبع، من فاميلي أوفيسز، مكاتب عائلية في المنطقة، من مستثمرين دوليين أول مرة عم يدخلوا إلى سوق الأسهم السعودية ودخلوا على هذا الاسم الإعلامي. لا ننسى أم بي سي هي مؤسسة عريقة تمتد، يعني تاريخها يمتد ل30 عام، أول مؤسسة إعلامية رقم واحد في المنطقة العربية. بما أنك تتحدثين عن هذه النقطة تحديدا لارا، اليوم أم بي سي هي المؤسسة الإعلامية الأكبر بالشرق الأوسط والأولى التي ذهبت نحو هذا النوع من يعني البزنس موديل. ماذا يعني ذلك على مستقبل الشركة وعلى ريادتها بالمنطقة؟ يعني أيضا التركيز هنا على النمو، يعني الاهتمام يلي شفناه على مجموعة أم بي سي هو بسبب النمو
الحاصل خاصة في قسم الفيديو أون ديماند. المجموعة حقق هذا القسم يلي الآن بشكل تقريبا 20% من إيرادات المجموعة، حقق نمو بنسبة 60% كنمو مركب سنوي بآخر 3 سنوات. اليوم قسم الفيديو أون ديماند اختراقه بمنطقة الشرق الأوسط فقط 4%، لنقارنه مع الأسواق المتقدمة نسبة تقف عند 80%. بقى مجالات النمو بهذا القسم يلي أصلاً أم بي سي هي الوحيدة الموجودة في اليوم، ليست الوحيدة ولكن لديها حصة سوقية الأكبر. نعم. حالياً بقى أي مستثمر بده يستفيد من هالنمو المتوقع بالفيديو أون ديماند بمنطقة الشرق الأوسط يذهب إلى هذا السهم للاستفادة، لأن إم بي سي الآن لديها الحصة السوقية الأكبر بهذا المجال. شكرا لك لارا حبيب على وجودك معنا. شكرا. العام الميلادي الجديد للرئيس الأمريكي السابق ترامب حافل بالكثير من المحطات السياسية والقضائية. روان حمزي ستطلعنا على مزيد من التفاصيل، إليك روان. شكرا ليان. أسبوع حافل من القضايا القانونية التي تلاحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يتنقل فيها بين قاعة المحكمة والحملة الانتخابية في الأسبوع الأخير قبل بدء التصويت في انتخابات عام 2024، حيث يواجه الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا للحزب الجمهوري 4 لوائح اتهام جنائية بإجمالي 91 تهمة جنائية في 4 قضايا ينفيها ترامب جملة وتفصيلة، بينما يصفها بأنها جزء من حملة سياسية مغرضة ضده. من أبرز الجلسات القضائية التي سيحضرها ترامب هذا الأسبوع جلسة في 8 من الشهر الجاري، حيث يواجه ترامب موعدا نهائيا لتقديم طلب الاستئناف في قضية التدخل في انتخابات جورجيا. تليها في 9 من يناير المرافعات الشفهية في قضية الحصانة في محكمة الاستئناف بدائرة واشنطن العاصمة، وتكمن أهميتها في حال ربحها ترامب بأنها تمنع محاكمته بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020. وفي 10 من يناير ينتقل ترامب من أروقة المحاكم إلى أروقة المناظرات الرئاسية، حيث قرر الرئيس السابق عدم حضور المناظرات التمهيدية لشبكة CNN في ولاية أيوا وإجراء مقابلة مع شبكة فوكس نيوز. أما في 11 من يناير سيستمع القاضي في محاكمة ترامب للاحتيال المدني في نيويورك إلى المرافعات الختامية على أمل إصدار حكم في القضية بحلول نهاية الشهر، حيث يسعى المدعي العام في نيويورك للحصول على أكثر من 370 مليون دولار من ترامب والمتهمين معه ومنع الرئيس السابق من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية. عودة إليك ليان. شكرا لك روان. أطلق الآلاف من المزارعين الألمان حركا للاحتجاج على غلاء أسعار الوقود والضرائب، وكذلك على خطط تهدف إلى الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي للقطاع الزراعي. وتظاهر المزارعون الألمان في العاصمة برلين التي توجهوا إليها على متن الجرافات مغلقين عدد من الطرق الرئيسية. هذا وقررت الحكومة الألمانية إلغاء الدعم للمزارعين كجزء من برنامج لمعالجة المشاكل المالية. والآن مشاهدينا ننتقل إلى أخبار الطقس مع الزميلة لميس إبراهيم. إليك لميس. شكرا ليال. أهلا بكم. أنقذ رجال الإنقاذ أكثر من 30 شخصا من الفيضانات في ولاية فيكتوريا الأسترالية، وحذر المسؤولون من مزيد من الفيضانات في المنطقة، فيما أصدرت السلطات 7 تحذيرات من الفيضانات في جميع أنحاء فيكتوريا، داعية السكان والسياح إلى المغادرة على الفور مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات إلى مستويات خطيرة.
تشهد محافظة إيشيكاوا اليابانية التي ضربها الزلزال طقسا ثلجيا، الأمر الذي زاد من تعقيد عملية الإغاثة من الكوارث. ووفقا لمكتب الأرصاد الجوية المحلي، قد تشهد منطقة إيشيكاوا الأكثر تضررا من هذا الزلزال ثلوجا كثيفة قد تؤدي إلى تعقيد أحوال الطرق وتجعل توصيل الإمدادات أكثر صعوبة، فيما أصدر المكتب تحذيرا من خطر انهيار المنازل المتضررة بسبب هذه الثلوج. ضرب إعصار كبير مدينة في جنوب فلوريدا ما أدى إلى تطاير الشرر بعد اصطدامه بالمباني وكابلات الكهرباء. وأظهر مقطع فيديو الإعصار وهو يقترب ويتحرك بسرعة عبر منطقة سكنية، وعندما تدحرج فوق بعض المباني تطايرت في الهواء كرات نارية كبيرة من الشرر الأخضر واللهب. هذا ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات. انخفضت الحرارة للمرة الأولى إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر في أوسلو بحسب بيانات مصلحة الأرصاد الجوية المحلية. هذا وتضرب موجة صقيع شمال أوروبا منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43 درجة مئوية تحت الصفر في شمال السويد يوم الأربعاء، وهي أدنى حرارة تسجل هناك منذ 25 عاما. إليك ليال. شكرا لك لميس. مشاهدينا أختم مع العناوين. في العلا، الأمير محمد بن سلمان يؤكد لبلينكين ضرورة استعادة مسار السلام بما يكفل حقوق الفلسطينيين. نخزور بيتا ببيتخون ولدات شي إفشار ليتسكي لها. نحن نعسي. نتنياهو ووزير دفاعه يشددان مجددا على أن الحرب في غزة لن تنتهي قريبا وستستمر عدة أشهر. لا خلوا شارع ولا خلوا دار ولا خلوا حاجة. معينا في المدارس مبهدلين لا أخي زغفل ولا نوم زغفل ولا شغل. كاميرا العربية تدخل حي الزعتر في غزة وتوثق حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي. وفي جديد طائرة ألاسكا، تقارير تكشف تعطل نظام الإنذار وتجاهل الشركة لتوصيات الصيانة. مشاهدينا، إلى هنا أختم الساعة الأولى من العالم الليلة. كانت معكم ليال اختيار، إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.